بسم الله، باسم رب الكنانة، باسم أبناء وتلاميذ لواء عمر سليمان، باسم الأوفياء والشرفاء من الجيش والشرطة والقضاء، باسم كل مصري حر يغار على أرضه وعرضه، تصدر حكومة الوعد المصرية هذا البيان الثوري إذعانا بشروق فجر جديد، ثورة التحرير المصرية، ثورة العبور الثاني. وتعلن حكومة الوعد المصرية مسؤوليتها الكاملة عن هذه الخطة والتي تتألف من 11 خطوة تنتهي بالسيطرة الكاملة على القاهرة الكبرى وإيقاف كافة أعمال الملاحة الجوية والبحرية والبرية. كما أعلن أنا عماد حمدي محمد مهنا مسؤوليتي الشخصية عن هذا الحراك الثوري بالتنسيق مع رجال الجيش الأوفياء والشرطة الباسلة وأفراد من المجتمع السياسي والمخابرات العامة والحربية وأمن الدولة. وفي حال فشل هذه الخطوة أتحمل أنا المسؤولية كاملة سياسيا وقضائيا أمام الله والشعب المصري لقلب نظام الحكم في مصر وتحرير الشعب المصري من خلال ثورة عارمة تؤسس لدولة جديدة يحكمها القانون وينعم فيها المصريون بحقوقهم كاملة دون نقصان. أيها الشعب المصري العريق، هذه مسؤوليتنا قد تحملناها ولن ننتكس أبدا ولن ننكسر أو ننحني، وما علينا في هذا إلا أن نؤمن بالله العلي القدير. اللهم فاشهد. ولسهولة هذا الأمر على الإخوة المواطنين، فقد نظمنا هذا الإعلان الثوري من خلال 3 بيانات رئيسية. البيان الأول يتضمن القيادة الثورية وعمليات التنظيم. البيان الثاني يتضمن التنسيق والتوزيع والتحرك. البيان الثالث خطوات التحرك والانقضاض على هذا النظام الخائن الذي يحكم مصر. ولذا أرجو من الإخوة المواطنين المشاركة في القناة وتشير هذا الفيديو حتى يعلم الجميع كيف سيتم التحرك. وبما أن هذا البيان يعد الحلقة الأولى في الإعلان الثوري، فقد لزم علينا مشاركة الإخوة المواطنين بماهية حكومة الوعد وقيمها الأساسية لتحرير مصر وتأسيس دولة مدنية يحكمها القانون. فإليكم هذا البيان. أيها الإخوة المواطنون، إن من حق الشعب المصري أن يعي ماهية القيادة وسرد أحداث من التاريخ القريب حتى يعلم الشعب المصري كيف ستكون قواعد إدارة مصر في المستقبل يوم ينصرنا الله على عدوه والخائنين. ولسرد هذا الأمر سأتحدث عن انحراف المعارضة المصرية وتأسيس حكومة الوعد ورموز عملها وكذلك خطتها ومسارها منذ عام 2018. أولا، انحراف المعارضة المصرية. نعم، لم يكن للمعارضة المصرية قبل عام 2018 لم يكن لها رؤية واضحة لتغيير المشهد السياسي في مصر، وكان ولا زال التنافس والتناحر فيما بينهم على الصدارة دون جدوى أو تأثير على الشارع المصري باستثناء بعض الأعمال الإعلامية. ثانيا، تأسيس حكومة الوعد المصرية. لقد كان لزاما علينا توجيه الأنظار إلى ضرورة تأسيس سلطة بديلة تمثل جموع الشعب المصري وتعمل على خلع النظام الحاكم في مصر ومحاكمته دوليا كمجرم حرب بارتكابه جرائم ضد الإنسانية. فقررت ونفر قليل من المخلصين الشروع في بناء حكومة الوعد المصرية مع بداية عام 2019،
وكنت آخر من يرغب في التصدي للمشهد، ودعوت الجميع دون استثناء للمشاركة بل ورئاسة الحكومة، ولكن للأسف رفض الجميع دون استثناء. عندها لزم خروجي بها كرئيس للحكومة بعد أن ساندني فيها أخي وصديقي الدكتور محمد حسن بألمانيا. ثالثا، رموز حكومة الوعد المصرية وشعارها. نمت حكومة الوعد المصرية برموز تجسد تراثنا وحضارتنا، فهنا يشير اللون الأخضر إلى أرض مصر الطاهرة، أرض الخير والعطاء، بينما يمثل الخط الأزرق في قلبها بنهر النيل شريان الحياة الذي يمر من جنوبها إلى شمالها، وترتكز في قمتها نجمة مصر الثمانية، ليست خماسية كما يستخدمها الغرب، وليست سداسية كما يستخدمها اليهود، إنها نجمة مصر. وترتكز النجمة على الهلال، وهو ليس هلالا متوجها قبل المشرق أو المغرب، هو هلال متجه إلى السماء، فاتح ذراعي يدعو القدير بالنصر والخير لمصر وشعبها. إن هذا الهلال المتجه إلى السماء يحتضن كافة حضارة الأرض ويحتوي كافة ديانات السماء. فهذه هي مصر، هلالها لأعلى تحتضن الجميع، فمصر تزن الأرض ومن عليها. رابعا، رؤية حكومة الوعد المصرية. شعب مصر، إن نضالنا لم ولن يقتصر على خلع النظام الحاكم في مصر واستعادة ثروات مصر وحسب، لا والله، لقد نما لدينا منذ عام 2015 أن ما يفعله السيسي والعصابة الحاكمة في مصر لا يقتصر على إفقار مصر وبيع ثرواتها، بل امتدت أيديهم إلى تراثنا العريق لتمحو ثقافتنا وتحرف هويتنا المصرية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ. لقد احتضنت مصر كافة الحضارات سواء كانت دينية أو علمانية، فتكونت معتقد مصر أم الحضارة، لذا فنحن أبناء النيل نتاج هذا المزيج الحضاري الفريد. ومن هذا الفهم العتيق لماهية مصر وشخصيتها وهويتها تأسست حكومة الوعد المصرية لتكون درعا يحافظ على حضارة مصر وتراثها وتاريخها العتيق. لم نتوانى لحظة عن التواصل مع كافة الفئات لتوحيد الصف، ولتكون حكومة الوعد رمزا لنضال المصريين للمحافظة على هويتها وتراث شعبها العريق. مصر تلك الدولة ذات الجذور التاريخية العريقة، سواء كانت إغريقية أو رومانية أو قبطية أو إسلامية أو عربية، فكل هؤلاء يشكلون مصر. رابعا، مخطط ومسار حكومة الوعد المصرية. تمتلك حكومة الوعد المصرية مخططا كاملا لإدارة مصر، والمعروف إعلاميا بمخطط العبور الثاني، والمسجل باسمي أنا عماد حمدي محمد مهنا في الشهر العقاري المصري والهيئة العامة للكتاب ورئاسة الجمهورية وكافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مصر، ولرغبتنا في إحداث التغيير بسبل جديدة لتجنيب الشعب المصري ويلات نحن أعلم بمداها. كان أول وأهم مشروعاتنا هو التفويض الشعبي لجمع توقيعات المواطنين وبالرقم القومي، واستخدام هذه التوقيعات لمحاكمة السيسي ونظامه في المحاكم الجنائية الدولية كمجرم حرب. لكن للأسف لم تسلم حكومة الوعد المصرية من نقد المعارضة ومحاربة التفويض بشتى الوسائل. وخلال العامين الماضيين ومع تزايد الخراب في مصر والتدهور الاقتصادي، تلقينا الآلاف من الرسائل بل والنصائح بضرورة توجيه المواطنين للخروج إلى الشوارع لخلع النظام الحاكم في مصر، ولم تخلو بعض الرسائل من السخرية أحيانا،
ومن الاستخفاف احيانا اخرى، ولكن الرسائل من المواطنين كانت فيها إشارة واضحة بأنه لا بديل عن الثورة والخروج إلى الشوارع للقصاص من هذا النظام الخائن العميل. ولم تخلو رسائل آلاف المواطنين من رغبتهم في تغيير الوضع بأي شكل كان، حتى ولو كان هذا الخروج بثورة عارمة لاكتساح هذا النظام الخائن القابع على الحكم في مصر وتطهير البلاد من براثين الخيانة والفساد. لذا أقف اليوم أمامكم معلنا عن بدء ثورة التحرير وانطلاق الملحمة الأولى من تحرير مصر وتحرير شعبها، موجها كلامي لكافة الإعلاميين والسياسيين وكافة طوائف الشعب المصري دون تمييز. لقد أعددنا الركب لملحمة الخلاص، فهل أنتم من الناجين الذين لحقوا بسفينة النبي نوح عليه السلام غير مبالين بالموت في سبيل الحق؟ أم ستكونون كما كان بني إسرائيل إذ قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون؟ الآن حصحص الحق ووجب عليكم الخيار، أأغنام ترضى بالفتاة أم أسود تزأر بساحات الحرية والنضال؟ وليعلم الجميع أن هذا البيان أذان للحرية وسيكون حجة لكم أو عليكم أمام الله، وخلاص مصر الكنانة فرض عين على الجميع. شعب مصر، هيا بنا إلى ملحمة العبور الثاني، إني داعيكم فاسمعوا. نعم، ملحمة العبور الثاني، فكما كان العبور الأول عبور جيش سانده الشعب، فليكن العبور الثاني عبور شعب حماه الجيش. إن عبورنا الثاني نحو النهضة والرخاء بمساندة الأوفياء من جيش وشرطة مصر، وكما نصرتنا صيحات الله أكبر في عبورنا الأول، فليشهد عبورنا الثاني نصرا بإذن الله بصيحات الله أكبر. ها نحن اليوم اكتملت خطتنا، فترقبوا ترقبوا إعلاننا في غضون أيام عن بدء الملحمة، فقد حانت لحظة الانقضاض على النظام الخائن في مصر. سننطلق أسودا لا تهاب الموت ولا تركعوا إلا لله. واحذروا، ففي الجيش والشرطة قوما خونة المجرمين تركوا الشعب يواجه وحده تحرير مصر بمفرده، بينما هم يتنعمون في خيرات النظام. وربما يقول قائل إن فينا ضعفاء، فتذكروا قول الصادق الأمين إنما ينصركم الله بهم، فنصر الله يأتي من الضعفاء. وربما يسألك سائل كيف نواجه السلطة وعندهم السلاح والعتاد؟ كيف نواجه هؤلاء الجبارين؟ وأقول لهم استعن بالله، فإن الله على كل شيء قدير، وما النصر إلا من عند الله، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. دقت ساعة الملحمة الكبرى، فأجيبوا داعي القصاص، ارفعوا أذان الحرية في كل مكان، واعلموا أننا لن ننحني أو ننكسر. معا سنتعب، معا سنجاهد، متنا أو حيينا، لكننا لمصرنا سننتصر. وإن خفتم الموت أو السجن أو التعذيب، فتذكروا قول الله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. حكومة الوعد المصرية، عماد مهنا.